بآخر امتحان سألتنا المعلمة السبرماتوسايت 1 كم كروموزوم وكم كرامتت فيها؟ بس شوف ميل ريبرودكتيف سيل وعدد الكروموزوم وعدد الكرامتت بضيع. مرحبا، أنا مس سهى، معلم بيولوجي من 2005، وهدفي إنه ساعد طلاب علوم الحياة مش بس يفهموا بيولوجي، كمان يوصلوا على الامتحانات الرسمية بيعرفوا يحلوا وما يخسروا علامات على الفاضي. كمان بساعدهم لحتى يكونوا عم ينقبلوا بامتحانات الدخول للجامعات يلي بيحلموا يفوتوا عليها. بهيدا الفيديو رح كون عم خبركن عن الفيزز اوف سبرماتوجينيسيس لتكونوا عم بتركزوا الفرق بين الفيزز والسيلز، وخبركن كمان كل سيل شو بتمرق بفيز لحتى نكون عم نلاقي عدد الكروموزوم وعدد الكروماتيد. وعلى فكرة خليكن لآخر الفيديو لحتى أخبركن كيف أنا بساعد الطلاب ليكونوا عم ينقبلوا بامتحانات الدخول، وخاصة هلأ امتحان الدخول على البي اي يو أو جامعة بيروت العربية يلي رح يكون عم بيصير بأدار 2024. يعني إذا أنتم حابين تقدموا على الجامعة العربية طب أو طب أسنان أو صيدلة، ما عندكم فرصة تقدموا إلا هلأ بأدار. هلا خلينا نروح على شرح سبرماتوجينيسيس. تركيزنا بهذا الفيديو رح يكون عن الفيزز اوف سبرماتوجينيسيس، بس كمان رح نكون عم نحكي عن شو هن الميل ريبرودكتيف سيلز، ونشوف وين موجودين بالضبط بقلب التستيس. رح نحكي عن الفيزز اوف سبرماتوجينيسيس، وكمان رح نحكي عن شو هن الديفرنت ستيبس اوف سبرميوجينيسيس. سو اول شي بدي اياكم تعرفوه انه السبرماتوجينيسيس او الميل ريبرودكتيف سيلز ار فاوند ان ذا ميل جوناد. هلا شو يعني كلمة gonad؟ gonad هن إذا بدكن the sex organs. So the male gonad is called testis أو testicle، بينما ال female gonad هي ال ovary. Okay, so this is an example of what of a testicle. And inside the testicle بيكون في عندي very fine tiny tube منسميهم seminiferous tubules. So يلي عم بتشوفون هون هيدا one seminiferous tubule. We make through it a cross section، يعني تخيلوا انه هيدا القلم هو seminiferous tubule، انا قصيته هيك عملت له cross section، عم بتطلع عليه على الميكروسكوب من فوق. رح كون شو عم لاقي؟ عم لاقي بقلبه الميل ريبرودكتيف سيلز. اوكي، بس لنكون عارفين بعدين التيوبيول او التيوب الوال تبعه من برا هيدي بسميها بيزل لامينا، والسنتر تبعه جوا هيدا بسميه لومن. وبكل مطرح بهيدا السامينيفيرس تيوبيول بيكون عندي a different male reproductive cell، يعني السيلز يلي موجودين at the basal lamina in contact with the basal lamina غير نوعية السيل يلي موجودين باللومن. خلينا نشوف، إذا أنا بدي أخذ this section، let's say أنا بدي أخذ هيدي السكشن من السيمينيفيرس تيوبيول وشوف السيلز يلي بقلبها شو بيطلع لي. So again هيدي البيزل لامينا، هيدا الطرف، هيدا الجدار تبع السيمينيفيرس تيوبيول، ونحن هون صرنا باللومن. اوكي، سو ان كونتاكت وذ ذا بيزل لامينا بيكون عندي ذا ميل ريبرودكتيف سيل يلي اسمها سبرماتوجونيوم بلورال سبرماتوجونيا. شو انا كثير بنسال انه شو الفرق بيناتهم؟ سبرماتوجونيوم هي خليه وحده، سبرماتوجونيا هن مجموعه خلايا، ذاتس ات. اوكي، سو السبرماتوجونيا عادة بتكون ملزقة بالجدار للبيزل لامينا. دغري تحتها بيكون عندي what we call spermatocyte 1
بعدين سبرماتوسايت 2 بعدين سبرماتيد. وعلى فكرة بكتابكم السبرماتيد بيكونوا رسمينهم سيركل، اوكي هن اتنيناتهم صح، لانه السبرماتيد ببلش يتغير شكلهم ليصيروا اخر شيء سبرم سيل او سبرماتوزوا، والسبرماتوزوا يلي هن الخلايا يلي بيكونوا ماتشور هول يلي رح يكونوا عم يظهروا من التستيكل بعدين بيكونوا موجودين باللومن تبع السيل. سو انا اذا بدي اعد الخلايا من البيزل لامينا لاوصل للسنتر تبع التيوب سيمينيفيرس تيوبيول، سو من برا لجوا سبرماتوجونيا سبرماتوسايت 1 سبرماتوسايت 2 سبرماتيد، وبالسنتر تبع السيمينيفيرس تيوبيول هونيك بكون انا عم شوف السبرم سيل. اوكي خلينا هلا ننتقل على الفيزز اوف سبرماتوجينيسيس. تذكركم شو يعني سبرماتوجينيسيس؟ جينيسيس يعني فورميشن برودكشن تصنيع، سبرماتوجينيسيس يعني الفورميشن او البرودكشن اوف ذا سبرم سيلز. سو عمليه تصنيع هالسبرم سيل بسميها سبرماتوجينيسيس. هن اربع مراحل، اول مرحله هي المولتيبليكيشن ويلي هي كمان نفس الميتوسس. تذكروا نحن شرحنا الميتوسس بالابيزود 1، وكرمال هيك قلت لكم كثير مهم تعرفوا شو يعني ميتوسس لانه حنعوزها بالسبرماتوجينيسيس وبالاوجينيسيس. سو اذا بدكم بحط لكم اللينك للابيزود 1 بالديسكربشن بوكس لتشوفوها. ثاني مرحله هي جروث، ثالث مرحله هي ماتشوريشن او الميوسس يلي شرحناها بابيزود 2، واخر مرحله هي أو differentiation من إلا أو spermiogenesis. So the first phase in spermatogenesis رح تكون الميتوسس أو يلي كمان نحنا بنسميها multiplication. Okay. تذكروا إنه نحنا وين عم بيصيروا هول الفيزز؟ عم بيصيروا بقلب السيمينيفيرس تيوبيول يلي موجود بقلب التستيكل. اوكي مثل ما حكينا بسلايد اللي قبل انه نحنا لما بنكون عم نحكي عن سبرماتوجونيا نحنا بنكون قراب من البيزل لامينا، بتصير هيدي السل عم تتطور لتوصل بالاخر للومن تحت، باللومن بتكون صارت هي سبرم سل. اوكي هلا لحتى نكون عم نشتغل عدد كروموزوم وكروماتيد رح كون عم باخذ as an example 2n equal 2. شو يعني 2n equal 2؟ بس قول 2n يعني diploid cell يعني I have homologous chromosomes، 2 يعني the total number of chromosomes is 2. اوكي انتبهوا السبرماتوجونيوم نحن بنعتبرها in general تمضيعه هي أصل في بقلبها 2N يعني homologous chromosomes سوري و each chromosome is made up of one chromatid، على أساس أنه نحن بنعتبر أنه بالميتوسس رح يصير في عندي separation of sister chromatid، وبالتالي السبرماتوجونيا يلي رح نحصل عليها من هالميتوسس رح يكون الكروموزوم made up of one chromatid. So بهيدا الاكزامبل نحن في عنا 2N chromosomes يلي هن اثنين كروموزوم، بس each chromosome is made up of one chromatid. وانتبهوا المالتيبليكيشن او نتيجة المالتيبليكيشن سبرماتوجونيوم بتعطيني سبرماتوجونيا، يعني ما في خلية جديدة عم تخلق. اوكي انا عم بشرح حسب شو مطلوب منا بجريد 12 الاس، بالجامعة حتشوفوا شيء تاني. اوكي سو نتيجة المالتيبليكيشن رح تكونوا عم تحصلوا على سبرماتوجونيا وعدد كتير كبير من السبرماتوجونيا، وهول السبرماتوجونيا رح يكون في بقلبهم 2N كروموزوم 1 كروماتيد بير كروموزوم. تاني مرحلة يلي هي الجروس، بقلب الجروس رح يكون في عندي الدوبليكيشن للكروموزومز، يعني each كروموزوم with one chromatid حيصير two chromatids، وبهيدي الحالة هلأ هيدي السل صرت بسميها سبرماتوسايت 1 أو primary spermatocyte.
اوكي سبرماتوسايت 1 بقلب السبرماتوسايت 1 بعد عندي pairs of chromosomes بعد عندي homologous chromosomes بس هالمرة each chromosome is made up of two chromatids. بعد مرحلة الجروث رح نروح لنبلش بمرحلة الماتشوريشن والماتشوريشن هي عبارة عن اثنين ميوسز ميوسز 1 يلي أخذناها بالأبيزود 2 يلي هي بيصير في بقلبها separation of homologous chromosomes. إذا بعد ما شفتوها رح حط لكم اللينك تحت بالدسكربشن بوكس. شو بيصير عندي بالميوسز 1 وخاصة بالأنافيز 1؟ رح يصير في عندي separation of homologous chromosomes and therefore رح يجي أهول كروموزوم لهون وأهول كروموزوم لهون. أوكي؟ okay. And from now on أنا ما لازم بقى أشوف homologous chromosomes هون. هول الخلايا يلي حصلت عليهم بنسميهم سبرماتوسايت 2. بكل سبرماتوسايت 2 رح يكون في N كروموزوم و each chromosome is made up of two chromatids. لازم تكونوا عم تحفظوا انه السبرماتوسايت 2 فيها N كروموزومز 2 chromatids per chromosome. يعني نحن اذا عم نحكي human species السبرماتوسايت 2 فيها 23 كروموزوم اللي هو N. كل كروموزوم is made up of two chromatids. تاني مرحلة من الماتشوريشن يلي هي نحن بنسميها ميوسس 2 اللي هي الايكويشنال ديفيجن. هون رح يصير في عندي بالميوسس 2 وخاصة تحديدا بالانافيس 2 separation of sister chromatid. يعني هيدا الكروموزوم السنترومير لإله رح ينقسم وفي sister chromatid رح تروح على سل وsister chromatid تانية رح تروح على سل تاني. وبالتالي بكل هابلويد سل بكل خلية من هول رح كون عم لاقي N كروموزومز بس هلا each كروموزوم is made up of one chromatid. هول الخلايا شو بسميهم؟ بسميهم spermatid. وآخر مرحلة يلي هي differentiation أو يلي كمان بنسميها spermiogenesis. هيدي السبرماتيد يلي شكلها راوند رح يتغير شكلها رح يصير فيها كتير موديفيكيشن لتتحول لإلونجيتد سيل. لما بتخلص differentiation أو السبرميوجينيسيس هول الخلايا رح يكون اسمهم سبرم سيل. وباي ذا واي السبرم سيل عدد الكروموزوم فيها مثل السبرماتيد يعني N كروموزوم 1 سبرماتيد. اوكي تعالوا نحكي كتير على السريع انه انا اذا عم بحكي human species كل سل من هول قد ايه رح يكون فيها عدد كروموزوم. سو اذا عم بحكي human species سبرماتوجونيوم او سبرماتوجونيا رح يكون فيهم 2n equal 46 كروموزومز وكل كروموزوم is made up of one chromatid. السبرماتوسايت 1 رح يضلهم 2n equal 46 سبرماتوسايت 1 بعد ديبلويد بس نتيجة الجروث حيصيروا 2 chromatids per chromosome. نتيجة الميوسز 1 of maturation رح أحصل على سبرماتوسايت 1 في بقلبها n equal 23 chromosome بس each chromosome في بقلبه 2 chromatids. نتيجة الميوسز 2 of maturation رح أحصل على spermatid كمان في بقلبه نص عدد الكروموزوم بس هالمرة 1 chromatid per chromosome. وفاينالي السبرم سيل او السبرماتوزوا نفس الشيء في بقلبها n equal 23 chromosomes 1 chromatid per chromosome. اوكي هلا لتسهلوا حفظ عدد الكروموزومز والكروماتيد بيهو للميل ريبرودكتيف سيل فيكم تعملوهم على شكل تيبل. تنخلص بدنا نشرح شو هن المراحل يلي بيصيروا بسبرميوجينيسيس يلي بيخلوا هالسبرماتيد تغير شكلها من راوند سيل لتصير elongated سيل ريدي. يعني شكلها للسبرم سيل بيكون adapted ليكون قادر يعمل fertilization. تعالوا نشوف كيف. اول شيء بدي اياكم تعرفوا حتى لو هالقصص مش متذكرينها من السنه الماضيه من جريد 11 تعرفوا انه انا في عندي اورجانيل انسايد ذا سيل. شو هن الاورجانيل؟ هن ستراكشر موجودين بقلب السيل. انا لشو بحاجه هلا؟ بحاجه لاعرف انه في اورجانيل اسمه سنتريول، في اورجانيل اسمه جولجي اباراتس او جولجي بودي، وفي اورجانيل اسمه ميتوكوندريا. ميتوكوندريا
هن الباور هاوس اوف ذا سيل، يعني هن اللي بيعطوا انرجي لهيدي الخليه لتكون عم تعمل اكتيفيتي او عم تتحرك. طيب شو عم بيصير في عندي اول شيء بسبرميوجينيسيس؟ اول شيء بدي اياكم تعرفوا انه الجولجي بودي او الجولجي اباراتوس رح يتحول لاكروزوم. طب شو هو الاكروزوم؟ هو هيك ستراكتشر صغيره براس السبرم سيل بيكون فيها ريكزوماي انزيم to digest locally the oocyte 2. يعني براسه، هلا فرجيكم اياه، براسه للسبرم سيل في انزيم لحتى هيدا السبرم سيل يقدر يخترق الاج ويعمل له فيرتيلايزيشن. تاني مرحله تذكروا انه قلت في سنتريول، في جزء من سنتريول اسمه ديستل سنتريول، اكيد ما راح فوت بتفاصيل ديستل وبروكسيمال، احفظوهم مثل ما هن. الديستل سنتريول راح يكون عم يعطيني الفلاجيلوم يلي هي التيل تبع السبرم سيل. كمان الميتوكوندريا يلي كانوا مترشقين سكاترد، شفتوا كيف كانوا الميتوكوندريا هون هول الزرق موزعين، رح يتجمعوا كلهم وين؟ حول هيدي الفلاجيلوم، ويعني من ميلة فوق. اوكي، واهم شيء تعرفوه انه most of the cytoplasm will be eliminated as a residual body، يعني في جزء كبير من السيتوبلازم رح يروح على الكب، انا مش بحاجته. اوكي، وهيدا يلي بيخلي هيدي السل تتحول من هيدا الشكل لهيدا الشكل. لما كنت عم قلكن اكروزوم، كنت عم قلكن هون هيدا الاكروزوم، هيدا اساسه كان جولجي اباراتوس. سو هيدا الاكروزوم في بقلبه انزيم لحتى لما هيدي السل تجي، لما هيدي السبرم تجي بدها تعمل فيرتيلايزيشن للاج يلي هي الاوسايت 2، تكون عم تكب هولي الانزيم لا حتى تعمل هيك دايجستشن لوكالي بقلب الاج وتقدر تخترقها. سو تعالوا نعمل سمري. سو كل اللي بدي اياكم تعرفوه انه الجولجي اباراتوس رح يتحول لاكروزوم، الديستل سنتريول رح يتحول لفلاجيلوم، الميتوكوندريا رح يكونوا حول الفلاجيلوم، والموست اوف ذا سيتوبلازم ويل بي اليمينيتد. هول الستبس يلي هن بسميهم سبرميوجينيسيس، ويلي من خلال السبرماتيد بتتحول تدريجيا ل سبرم. وكرمال هيك رح تلاقوا اذا انتم شفتوا صور على يوتيوب او على جوجل ممكن تشوفوا هيدا الشكل اسمه سبرماتيد، لانه هي بتتحول بشكل تدريجي لحتى تصير سبرم سيل. ببرنامجي تو سكسيد ان بي اي يو بيولوجي انترنس اكزام بساعد الطلاب انه يخلصوا المنهج على القليله مرتين قبل قدر. مطلوب منكم المنهج كامل حتى لو انتم بالمدرسه بعد ما خلصتوا كل المنهج. كمان ممكن يقطع اسئله من الدروس الملغيه، وكمان ممكن يجيكم اسئله بيزكس ما بنشرحها نحن بالمرحله الثانويه بالمنهج اللبناني، بس بتقطع هيك بشكل خفيف باول سنه جامعه. كل هول مع طريقه حل الام سي كيوز، لانه انتم مش معودين على هيدي الطريقه، رح كون انا عم ساعدكم فيهم بتو سكسيد ان بيولوجي انترنس اكزام. بدكم تفاصيل اكثر عن هيدا البرنامج رح تلاقوا الرابط تحت موجود بالديسكربشن بوكس، وانا بشوفكن بفيديو جديد.